مصباح سلامة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. وبك أكثر، عايش مرة ثانية القديس مصباح. 17 جوان بحول الله نجيب الشادي في مركبة وطلق بمسرح وطلق بيت طويل. في أي إطار تندرج هذه الزيارة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني هذه الزيارة معناها هي تطوين، ليست الأولى المعنية بها، هي يعني برنامج كامل للحزب يقوم من خلاله بالتعريف بالحزب أساسا، ويتوجه إلى المواطنين لشرح أهداف هذا الحزب، للتعريف بهذا الحزب. هذا الحزب كان موجودا قبل الثورة وما يزال، ويعني هذا يتطلب أن يعرف الناس ما هو هذا الحزب، ما أهدافه، ما برامجه، ربما أيضا من هي الشخصيات التي تقوده، ويعني ما هي رهاناته وما هي أهدافه الأكثر على الأقل. أيوة. سي مصباح، أول زيارة نجيب الشابي بعد الثورة تطوين ولا زيارة قبل؟ لا، هي أول زيارة بعد الثورة. زارتنا الأخت الأمين العامة تقريب في 5 فيفري، وعقدت اجتماعا بتطوين، والأخ نجيب الشابي زار ولايات عديدة وسيزورنا يوم 17 يعني جوان حالي، وسيلقي مداخلة يعني يوم 17 على الساعة 6 مساء بحول الله. بحول الله مساء في المركب في المسرح الهواء الطلق بتطوين. في مسرح الهواء الطلق بتطوين. واحنا تحدثنا عن مسرح الهواء الطلق بتطوين. المتتبعين للشان الأحزاب التطوين كلهم تقريبا سيسعون الى المقارنه بما ان الاجتماع نتاع النهضه وقع في المسرح المطلق، ومن نفس المكان سيقع اجتماع البي دي بي. طبعا كلهم سيقارنون بين الحضور في اجتماع النهضه والحضور في البي دي بي. ماذا يمكن ان نقول في هذه النقطه؟ طيب، من حق المواطنين ان يقارنوا، هذا حقهم، لا يستطيع احد ان ينتزعه منهم. ولكن أنا لا أريد أن أدخل في الحقيقة هذه الزيارة في ضمن هذا المنطق، ولا ضمن أصلا هذا المنطق الكمي. يعني أعتقد دائما هذه فكرة تشبث بها، أن أهمية الأحزاب لا تقاس بحجم مخارطها ولا بالقوة، قوة التحشيد، يعني قوة التعبئة. صحيح من بين العناصر الأساسية التي ربما يلجأ البعض إلى قيسي معناها أهمية الأحزاب أو إشعاع الأحزاب، هو هذا الحضور الجماهيري أو قدرة التعبير. أعتقد أن قدرة التعبير ربما في الانتخابات، في التصويت، في كذا، أما في الاجتماعات العامة لا محالة، هي لها قيمة. أنا لا أنفي أنها ليست لها قيمة، ولكنها لا أعتقد أنها قيمة مطلقة أو قيمة نهائية، لأن يعني أهمية الأحزاب ونجاعة الأحزاب تقاس صحيح بانتماء الجمهور إليها، هذا جانب من الجوانب، ولكن خاصة بانتماء أيضا النخب والعناصر الفاعلة في هذه الأحزاب، لأن هذه النخب هي التي ستكون الرأس المدبر لبناء البرامج ولصنع السياسات ولتطوير الحياة السياسية بدرجة أولى. لا يعني هذا أني أغمض حق الجمهور، الجمهور يبقى دائما هو سيد الموقف، لأنه هو الذي يحسب الانتخابات، هذا أمر مؤكد. ولكن أيضا الجمهور ليس هو الذي يضع البرامج، وليس هو الذي يسهر على تطويرها، وليس هو الذي يبتكر يعني الحلول للمشاكل التي يعيشها المجتمع. وربما الجمهور أحيانا بحكم ظروفه، لأنه جمهور غلبان كما يقول إخوان المصريين، يعني المسائل الإدارة السياسية في أبعادها الفكرية وفي أبعادها يبعد من حيث التصورات ومن حيث بناء السيناريوهات، يعني هذا دائما أحببنا كرهنا هو شأن النخبة. وأعتقد أن قوة الأحزاب ستقاس بعدد النخب الفاعلة فيها بدرجة كبيرة، لأن هذه النخب هي التي تبني منهج هذه الأحزاب، وفعلا ستمكن لهذه الأحزاب من أن يكون لها يعني حضور يعني على الساحة، أي ستبني، ستشكل قوة إقناعية وقوة اقتراح لهذه الأحزاب حتى تكون يعني على الأرض. أما إذا كانت هذه الأحزاب هي لها حضور شعبوي وحضور عامي، معناها فقط، لا يعني هذا أنه حق من العامة، لكن يعني هذا الحضور
في حد ذاته ليس كافيا، وهذا يقتضي أساسا أن التركيز على بناء الكفاءات، التركيز على اصطياد، سمحني الكلمة، يعني الرؤوس المفكرة، لأن هذا هو فعلا الذي يحدد نجاح الأحزاب. دائما يعني حتى إذا تمعنا في الأحزاب العريقة، هذه الأحزاب فيها شخصيات، فيها وجوه، فيها زعامات، فيها كما يقال باللغة الإنجليزية leadership. الزعامات هذه هي التي يعني دائما الضوء ملقى عليها، فإذا نجحت هذه الزعامات نجحت الأحزاب من وراها، وإذا أخفقت هذه الزعامات أو ارتكبت أخطاء أو انحرفت أخلاقيا سقطت معها الأحزاب. المشكلة إذن هي في الفئة المسيرة والفئة القائدة التي ينبغي أن تكون مثالا، وينبغي أن تكون يعني مضرب الأمثال، وينبغي أن تكون مشعة، وأن يكون لها حضور كبير، وينبغي أن تكون مناط ثقة يعني عموم الناس، ليس فقط من المتحزبين حتى من غير المتحزبين. الأحزاب اليوم ليس بمخالفيها وإنما بأنصارها. هذا